لأول مرة مع إناس سلامة الشواف. نجم النهاردة زياد برجي. وانت طيبة وكل الجمهور المصري بالخير، والجمهور العربي بيكون سنة خير علينا وعلى كل البشرية. خطة معينة بحطها قدامي لمدة طويلة، بحط خطة بس مش لمدة طويلة كتير، يعني غالبا ما بفكر بالسنة اللي عم بشتغل فيها. أهمية بداية الشيء بالنسبة لي كطبع شخصية فنية، يعني الإنسان اللي عنده طبع فنان ممكن ما يمتهن الفن. على فكرة في مهندسين عندهم شخصية فيها فن، يعني فنية أنا بسميها. فدايما الانطباع الأول بيبقى غالب وبيبقى بيحمل الملخص لكل الخبرية. وغالبا ما من بعد محاولات ومن بعد تجارب وتكرار بيرجع بيلاقي انه الانطباع اللي اخده بالاول كان هو الاصح، بس ما بيبقى 100%، نحن بالاخر بشر. فانا على مستوى الامور الفنيه مثلا اللحن، اذا بلحن اغنيه بيطلع معي اول تراك مثلا، بروح بعدين بدي احاول اعدل وضبط وشيل وحط، ببقى معجوق يعني، بلاقي حالي بعد شغل مضمن رجعت لأول تراك، لأول انطباع. هيدي من الناحية الفنية طبيعي إنها تكون موجودة عند الفنانين، لأنه غالبا عم بيفكروا بمنطقة شوي مرتفعة عن الشعب العادي وبيأمنوا بأول انطباع للأشياء، فهيدي موجودة عندي بصراحة. هلأ إذا كانت تعرضت لبعض الاخفاقات تكمل او لا، ضروري كمل اكيد اكيد، ضل حاول قد ما بقدر حتى حقق الغاية. بس غالبا مثل ما قلت لك الانطباع الاول هو يكون بالنسبة لي دايما بيكون الاكثر صواب، ودايما ما برجع له، يعني صار معي اكثر من تجربة على صعيد الغنية. انا عطيتها مثل بس هي ترجع لكثير تفاصيل في الحياة. بتلاقي أول انطباع بتخدي عن البشر، أول انطباع بتخدي عن أي مشروع ناطق، عن شريك الحياة. بتعرفي على أشخاص بتقولي رح يكونوا بحياتي لوقت طويل، بتعرفي على أشخاص بتبقى عارفة إنه ما رح يكونوا بحياتك لوقت طويل. فطبعا هذه المشاعر أنا بالحق وبصدقها من خلال التجربة اللي أثبتت إنها دايما عم تكون مضبوطة. الربط بين أي عمل بدي أعمله وتوقيته إنه بداية أول أسبوع أو بداية أول سنة أو أول شهر أو whatever. إيه يعني شوفي مثلا بدنا نعمل هالأسبوع، ناوي أعمل رياضة بشكل مكثف، إذا كان التنين مش مضبوط كل الأسبوع بيوقع. إذا ناوي أعمل دايت مثلا، إذا كان التنين مش مضبوط كل الأسبوع بيوقع. فبداية الأشياء أنا عندي فعلا ما بعرف منين إذا هذا الشيء موجود عند كل العالم، أنا كنت مفكر حالي معقد شو عندي شي مشاكل نفسية، بس الظاهر حسب ما عم تطرحي حضرتك هيدي حالي يمكن موجودة كتير. ففعلا أنا بتأثر بهذه الأشياء، يعني إذا ببلش أول السنة نيجاتيف بتلاقيني خفت واستعذت بالله من الشيطان إنه يا رب دخيلك ما تكون مبلشي هيك. عندي إياها هيدي بشخصيتي على فكرة، ما بعرف إذا هي منيحة أو مش منيحة، بس موجودة عندي، بتأثر كتير ببداية الأشياء وعملت لي أزمة. يعني مثلا يعني شو بيمنع تروح ثلاثة تبلش جيم مضبوط وعندك ثلاثة وأربعة وخميس، ليش إذا الثانيين ما ضبط يعني بيتغير كل البروجرام؟ هذا الشيء ما كنت لقي له يعني بصراحة جواب. لأول مرة مع إناس سلامة الشواف. نجم النهاردة زياد برجي. الحب الأول وهم، الله يرحم العبقري الأستاذ إحسان عبد القدوس. فأنا عندي تحليل لموضوع أول حب ده، المفروض إنه هو أول حب، يعني أول مشاعر حب بيحس بيها الإنسان أول مرة. يعني لو واحد حب النهاردة بعد ثلاث سنين راح حصل انفصال، وجيت وبعدها في علاقة تانية برضو
هيشعر بمشاعر حب تانية، صح؟ فإيه الحب ده اللي بيتكرر 600 مرة وحنسميه أول مرة؟ يعني أنهي واحدة فيهم هي أول مرة؟ هل في ليفل معين للحب، في درجات، في سخونة معينة؟ أنا بقول لك اللي أفلى اللي طلعت معايا إيه بعد الحيرة اللي أنا كنت عايش فيها دي، الحب اللي يجيه حب تاني يحتل مكانه أو يلغيه أو يخليني أنساه، ده بيثبت إن اللي كنت بحسه قبل كده ما كانش حب. الحب الحقيقي ما يروحش، ما يجيش حب تاني ياخد مكانه. فبنظري أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، أعتبر إن أول حب المفروض هو عايز يعني يستحق اللقب ده، أول حب يبقى فعلا آخر حب، ما جيش حب تاني احتل مكانه ولغاه وخلاك تنساه. البداية بتبقى جميلة والعبرة في الخواتيم. طبعا طبعا دايما العبرة في الخواتيم. طبعا احنا قلنا انه احنا بداية الاشياء بتأثر علينا، طبعا على انطباعنا الاول تجاه هيدا الشيء اللي عم نعيشه، هالمشروع اللي بدنا نقوم فيه. بس المثابرة وحاول مرة اخرى، حاول مرة اخرى، هيدي صفات الاشخاص الطموحين واللي حابين ينجحوا، مستحيل يستسلموا لأول انطباع. فكمان بيكون إنجاز كبير لما يقدر يكون يقدر يحقق خواتيم ما عكس الانطباع الأول. هون بيكون إنجاز بيستحق عليه سقفة، وكل إنسان طموح بعتقد بيأمن بأنه العبرة بالخواتيم. اللي بلداء واللي ما قالوا إنجليد يتحركوا واللي ما عندهمش النشاط بياخدوا أول إمبريشن ويروحوا فيها على البيت. لا، اللي عنده نشاط وبيصحى الصبح ومصر ولا مش هستسلم، ده بيسعى ورا الخواتيم وغالبا ما بيحققها ان شاء الله. لاول مره مع ايناس سلامه الشواف، نجم النهارده زياد برجي. انظر للاشياء وكانك تراها للمره الاولى. يعني هيدي المقوله يعني بعتقد فلسفي لازم كل البشرية تتبنيها، من ناحية أول شيء، من الناحية الإنسانية والإبداعية، رح تفسر لك ليش، رح تشكل علامة. ومن ناحية التعرف على الخالق كمان رح تشكل علامة. رح أعطيك هون حادثة، أنا بسمع لرجل دين اسمه عدنان إبراهيم، بحبه كتير، بسمع له محاضرات وعنده محاضرات علمية. مرة كان عم يخبر خبرية رجل كان بقطار مع ابنه، وكان في مقابلهم رجل تاني قاعد، فماشي القطار، فالولد بيقول له لريو: بابا بص المية بتنزل، المية المطرة. عنده 13-14 سنة، فقال له: المطرة دي حلوة قوي المطرة يا بابا. الراجل اللي قاعد في الوش مستغرب، يعني ايه الولد ده مش شايف مطرة قوي كده. بابا بص الشجر بيجري، ولا ازاي الشجر بيجري، بص حلو، بص بابا العصافير، قول له: بابا العصافير، بص يا بابا السماء الزرقاء، مش عارف ايه. فبعد يعني طول بعد طول سيرة، راح الراجل اللي قاعد ليش قايل للوالد، قال له: معلش، اخدوا على جنب، قال له: لو عايز تاخدوا الدكتور، انا يعني عندي دكتور صديقي ممكن يشوف حالته كده. قال له: عندك حق ابني، يمكن احنا لسه جايين من عند الدكتور، اصل ابني ولد اعمى والنهارده اول يوم بيشوف فيه. فشوفي بقى، اول يوم بيشوف فيه الحاجات، شوفي شافها قد ايه حلوه وقد ايه تستحق الدهشه. واحنا فعلا لو بنفكر وبنشوف حوالينا، ما فيش حاجه عاديه بنعيشها، ما فيش شيء عادي فعلا. من النسمه اللي بنتنفسها، الهواء ده اللي دلوقتي بقى عمله نادره، احنا بناخده مجاني بقالنا قد ايه ومش عارفين قيمته، ودلوقتي بقى في ناس بتموت ما عندهاش هوا من خلال مشكلة كورونا ومش عارف ايه. ففعلا مفيش شيء عادي. يعني لو قدرنا وصلنا لمرحلة نتذكر كيف كنا نشوف الاشياء احنا واطفال، حتى الطعامات كنا اوقات تقولي: انا بحب الشوكولاتة النوع ده، كنت باكلها وهي صغيرة، وانا صغيرة. هي تغيرت ليه؟ هي ما تغيرتش، انما حست التذوق عندك هي اللي تغيرت. فلو قدرنا نتذوق الاشياء بعين الطفل رجعنا ونشوف انه ما في شيء عادي، ففعلا رح نشوف حقيقة الجمال
اللي ربنا عطينا إياه، وحنتقرب من الخالق أكثر، وحنتقرب من الحياة ومن الطبيعة أكثر. هنالك أول مرة من كل شيء ضروري، ما في يعني أول رقم واحد، ما في شيء ببلش اثنين. يعني ده هذا هذه تلقائية، هذه تركيبتنا العقلية لازم تكون يعني بجيناتنا. أكيد في أول مرة لكل شيء، والعبرة بالخواتيم مثل ما سألتي قبل شوي، بس دايما في أول مرة. أكيد أكيد. لأول مرة مع إناس سلامة الشواف، نجم النهاردة زياد برجي. آسف بس هقولها، يعني أنا بدخل على طول بعمل الشاور وبقعد بغني، بعمل حفلة. حفلة صباحية، ما بكلمش حد لما أكون متضايق، يعني ما بحبش أشكي مشاكلي لحد بصراحة غير نفسي وربي طبعا، بس لما أكون مبسوط بكلم كل اللي بحبهم. أول مشروب ببدأ في يومي القهوة. بتمرن بالبيت الصبح، الصبح لو كان في مزاج عشان أتمرن يبقى في البيت. أول لوكيشن صورت فيه، بس فكره كان في بستان كده في شجر، وكنا على كانت أغنية اسمها لا يغرك، كان في غابة كده، كنت في مش عارف ليه المخرج يوميها حب ان انا ببقى يعني بسوق بسكليتة في التضاريس كلها دي، مش عارف بسكليتة ده هتشوفيه لو اسمها الأغنية لا يغرك، وانا عمري ما كنتش يعني ما كنتش بتاع بسكليتات، والغابة اللي كنا فيها يعني طالع نازل وفيها تضاريس قوي، يعني حب انه يطلع مواهبي في البسكليت وقتيها. المخرج وجه له تحيه طبعا، وجه له تحيه مش عم ننطقس يعني، بس انه هيدي بالبدايات كانت غريب انه عمري انا شو اللي اوحي لك بالبسكليت، يعني انا مثلا انه مثلا في اشياء كثير بعملها. اول عمل حسيت ان انا قدمت فيه الشكل بتمناه من خلال شغلي وبطمح اليه، واول عمل الجمهور يعني سقف لي علي، كانت أغنية أنا قلب عليك. أكتر أغنية يعني أول أغنية ابتديت أرضى فيها عن شغلي وعن إزاي هتبقى المزيكا بتاعتي وإزاي هقدم نفسي للناس بالصيغة اللي أنا حابب أقدمها، وشائد الصدف أنها تكون أول أغنية الناس يعني في لبنان وفي المحيط، في سوريا، في تونس، في الأردن، في المغرب، في السعودية، وكانت الناس أول أغنية دعموني فيها ونجحت عندهم، يعني أثرت لغاية دلوقتي بقى لها 20 سنة، في كل حفلة لازم أغني أنا قلبي عليك. الأغنية دي عملت حالة عندي وعند الناس. شو حلو بقى، دي حكاية تانية، بداية حياتي الشخصية الخاصة والعملية مع شو حلو من حوالي 4 سنين، كانت بداية تانية لزيارة تانية لمود تاني في الأغاني، لمود تاني في طرح الشخصية الكول أكتر من المنطوائي قبل كده شوية أكتر، بقيت من خلال الأفلام، وأغنية شو حلو كانت جزء من فيلم بالغلط اللي هو إنتاج فالكون، فيلم رائد سنان صبحي سنان، وهيدا يعني بقت الصورة، والفيلم كان بيحكي عن شخصية شوية يعني عنده يعني حبة يعني رخامة كده، ما كانش خجول قوي. فالشخصية اللي طرحتها في الفيلم وأغنية شو حلو هي الحتة مني اللي ما كنتش يعني طرحها قبل كده، فتقدمت والناس حبتها، ودي حتة يعني دي هذا جزء من شخصيتي موجود، مش عم بخترعه، بس ابتديت معه بداية جديدة بطرح جو جديد من الأغاني ومن اختياراتي للأفلام اللي بدي أشتغلها. وبدايتي مع أغنية، بدايتي بحياتي الخاصة مع أغنية شو حلو هي إنها كانت معمولة لبنتي اللي إجتني، نور حبيبة قلبي اللي كان عمرها سنة، كنت غني لها شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمل، وكنت غني هالجملة بس لمدة أكثر من سنة وأنا بغني لها الحتة دي، وبعدين الأغنية دي لازم تفضل في نظر بنتي ليها، يعني لما تكبر يعني مش معقول أقول حبيبتي وحشاني في الأغنية دي مثلا، بنتي هتقول ده كان بيكذب عليا بيغني لي أغنية لحبيبته وينيمني. فروحت في سياق الأغنية وكتبتها إن أنا أحافظ على إن بنتي لما تسمعها كل يوم تشوفها على اليوتيوب تفضل مصدقة إن الأغنية اللي كانت بتنام عليها دي معمولة ليها،
وده اللي كنت بقوله لها وهي صغيرة. أول طبع بلاقيه في بني آدم بيخليني أبعد الغموض. يعني ما بصراحة مثلا لما أروح مصر بيجي عبالي يعني الطريقة اللي بشرب فيها مانجا وفراولة ملفتة للنظر، لأن يعني في الأوتيل برضو بيبقى عندهم يعني إيه اللي بيحصل معك في إيه فوق، وما عارفين مفيش حد غير أنا وأخويا أو فرقتي. أو بشرب في اليوم 15 17 20 كوباية مانجا وأنا ما ببلغش. في حاجة بعملها لأول مرة وهي أني بصوم، ودي حقيقة أنا أول سنة بصوم فيها بصراحة. السنة دي الحمد لله يعني اتأخرت في الموضوع ده، واللي ابتديت بصلي ده متأخر ده مش مشكلة. أنا ما كنتش قبل كده كافر، ما كنتش ملتزم بالطقوس أبدا نهائيا، وكنت بعيد على أني أقتنع أني ممكن أعمل ده عشان كنت فاكر أنه صعب. بس الحمد لله يعني بعد ظروف خاصة معينة أنا بعمل حاجة كان لازم أعملها من زمان قوي، أن أنا ابتديت أعمل أسيب هيك حتة صغيرة لعلاقتي بربنا تبقى متينة أكتر. ابتديت لأول سنة وأول رمضان أنا بصلي وبصوم فيه، ودي الحقيقة يعني بقولها زي ما هي من غير أي يعني بهارات تبهير زي ما بقول، دي الحقيقة.